كثير سمعنا عن شخصيات قذرة، بس كل الشخصيات القذرة والمريضة اللي سمعت فيها في حياتك كلها حطهم كده في ناحية الحال، والشخص اللي بتكلم عنه اليوم بتسمع قصته ترى قصة حقيقية، هذا لحاله كده في ناحية، انه مستحيل تتخيل انه كل هذه الحقارة ممكن تكون في واحد معانا وعايش على الارض ويتنفس نفس هوانا وعايش نفس عيشتنا، لدرجة انه جال الشرطة اسقطوا عنه اتهامات كثيرة جدا، لانه بنظرهم مستحيل انه في انسان يوصل لهذه المرحلة من الاجرام. بس تفاجئوا لما عرفوا انه كل هذه الاتهامات اللي ما كانوا مصدقينها اصلا هي حقيقية، والمجرم هذا سواها وفعلها ويضحك بدم بارد. والأسوأ من هذا كله ان الشرطة اللي كانوا ماسكين القضية لما شافوا فيديوهات الجرائم اللي هو قاعد يسويها بعدها راحوا يتعالجوا نفسيا بسبب اللي شافوه. طبعا الفترة هذه بتشوف انه في لوكيشنات كثيرة مختلفة وتغيرت من هنا لهنا لهنا لهنا، لان الفترة هذه ابغى اغير اللوكيشن حقي اساسا، فحتلاقوا كل مرة يختلف ممكن اللوكيشن لين ما اقرر اني اصور في لوكيشن معين، لانه في اشياء كثيرة كذا بيصير فيها تحديثات كثيرة جدا. ما ادوش راسكم بالمعلومات اللي داوش راسي، خلينا نبدا الحلقة. بدأت قصتنا يا جماعة الخير في استراليا، وبالتحديد في يوم 13 يناير في سنة 1963 انولد بيتر جيرارد سكولي. امه وقت ولادته ما كانت تدري انها انجبت شيطان بشري، ما هو طفل عادي ابدا. بيتر هذا لما كان طفل قرر اهله هنا فجأة انهم يحطوه عند قس في الكنيسة عشان يبارك ويعلم اصول الدين، فكانوا يسيبوه عند هذا القس ويروحوا لاشغالهم، فكان هذا القس يستغل بيتر لين ما تمادى في الاستغلال اكثر واعتدى عليه وبعد كل مرة يحذر فيها بيتر، يقول له لو كلمت أهلك أو كلمت أي واحد عن اللي قاعد نسويه فالرب راح يغضب عليك ويدمرك تماما. فكان بيتر يخاف لأنه هو قس، ومرة بعد مرة صار بيتر متعود ويتلذذ بهذا الاعتداء وتقبله بشكل طبيعي، إلين ما كبر وساب هو وأهله المدينة اللي هم عايشين فيها وانتقلوا لمكان ثاني. وفعلا سنة ورا سنة كبر بيتر وتزوج وجاب من زوجته ولدين، فساب هو وأهله أستراليا وراحوا للفلبين، شال زوجته وعياله وراحوا للفلبين لشيء كان هو مخطط ومخبيه براسه. كل ما كانت زوجته تسأله تقول له طب احنا ليش رايحين الفلبين بالذات، احنا استراليين وبلدنا مره كويسه، ليه رايحين الفلبين؟ فكان يقول له انا عندي اشغال خاصه هناك وبكمل شغلي هنا. طب ايش هي طبيعه هذه الاشغال اللي هو يقصدها؟ ما حد كان يعرف ايش اللي براس بيتر. فاستقر بيتر في الفلبين في حي اسمه ناروارين في مدينه ملبورن، وسوى هو اصحابه في الفلبين هناك موقع تعارف ومرافقه على النت. طبعا موقع تعارف ومرافقه مو اي موقع، لا مخل، يعني سوى شبكه لا اخلاقيه يقدر الزبون من خلالها انه يشتري بنات الليل بمقابل مال. وهذه الفكره خطرت براس بيتر بعد ما كان يروح للفلبينيات ويغريهم انه هو استرالي واشقر ومعاه فلوس وجمال، فكانوا لانه غريب ينجذبون، ومن هنا يبدا يضحك عليهم ويمسك عليهم صور او فيديوهات يروحوا معاه البنات يكونوا اداه يتاجر فيها بيتر موقعه زي ما هي. بس في مشكله، المشكله انه بيتر ما عنده تصريح لموقعه الالكتروني، فعشان كذا كانوا كل الزبائن اللي عنده يخافوا انه يحتال عليهم، وهذا الشيء خلى موقعه يخسر تماما لما فكر بخطه جهنميه عشان تعوضه كل الخسائر اللي خسرها وتكبدها. فاسس شركه وهميه ما تدري عنها الحكومه، وراح لناس في الفلبين عشان يزوروا له ترخيص لهذه الشركه، ترخيص مزور، الامور كلها مزور. بالفعل طلع ترخيص مزور واخترع اسم لشركه عقارات وسوى اعلانات وهميه وممولة لهذه الشركه، وكان يستهدف من هذه الشركه المستثمرين اللي هدفهم انهم يروحوا الفلبين عشان يستثمروا فيها، فيعرض عليهم استثمارات كبيره بسعر مغري وبنفس الوقت ايراداته مره كويسه. وبدأوا هنا المستثمرين يراسلوه، والله اوكي هذا عنده استثمارات كبيره واسعارها منافسه واسعارها قليله بالنسبه لنا وارباحها كبيره، وكان هو يصور لهم تصريح الشركه الوهمي على انها شركه موجوده في الفلبين وكل حاجه وعقارات ودنيا والامور كلها رسميه، فكانوا يصدقوا المستثمرين وفعلا يحولوا له ملايين على اساس هو يستثمر لهم فلوسهم. فذاك الوقت كان بيتر يحاول يهرب الفلوس لاستراليا لما اختفى من الفلبين تماما. بعدها جت شكاوى لمركز الشرطه في الفلبين عن وجود نصاب استرالي نصب على عملائه بمبلغ 2.6 مليون دولار و117 عمليه احتيال في الفلبين. بس في هذاك الوقت كان بيتر هارب من الفلبين وساب زوجته واولاده لوحدهم في الفلبين وما له اي اثر، فص ملح وذاب اختفى تماما. طب هل هو رجع لاستراليا؟ طبعا لا، لانه لو سافر بطريقه نظاميه فالسلطات الفلبينيه هنا بتبلغ السلطات الاستراليه وبيحددوا مكانه في المطار وبيقبضوا عليه ان كان خرج جو بحر ارض اي شيء. فاتفق مع مهرب يوديه لجزيره هاديه جدا في الفلبين اسمها جزيره مينديناو. هذه الجزيرة من كثر انه ما فيها عمليات شغب او اجرام الشرطة ما تدور فيها على المجرمين نهائيا، لانه عارفين الشرطة انه هذه الجزيرة هادية تماما وسكانها طيبين وعلى قد حالهم امورهم في السمبتيك. في الفترة اللي جلس فيها بيتر معاهم حس انه شعب هذه الجزيرة يعشقوا الاعمال الغير اخلاقية مع الاطفال، فكانوا يتابعوا افلام غير اخلاقية تخص الاطفال، ما يحتاج توضيح اكثر من كذا لانه الفكرة واضحة، فكان فيهم هذا النوع من الشذوذ. الشيء الثاني انهم كانوا شعب كاره للاطفال اساسا،
يعني الأهل كانوا يرموا أطفالهم يشتغلوا في الشارع عشان يجيبوا لهم فلوس، أو الطفل كان ينذل وينقهر من سيد العمل وينضرب وينشتم من الناس كلهم اللي في الشارع، وأهل الجزيرة كلهم مبسوطين من هذا المنظر ويضحكوا على هذه الإهانات لما يشوفوا أي طفل كان ينهان في الشارع. الشيء هذا أعطى بيتر انطباع أنه أغلب شعب هذه المنطقة يحب السيئة. أنبسط بيتر أنه ممكن يترزق ويجني الملايين بهذه الجزيرة. فكر بخطة شيطانية ما تخطر على بال إنسان أبداً. بدت خطته بأنه يركب عوازل صوت في الجدران، واشترى أدوات تعذيب، لأنه في هذه المنطقة عادي جداً تلاقي كل شيء متوفر، يعني سلاسل، سكاكين، كل اللي يخطر في بالك موجود، لأنه جزيرة وأغلب شغلهم في الصيد ومنها فيها. وسوى غرفة تعذيب سماها بالغرفة الحمراء، بالريد روم، وبدأ يبحث عن أطفال كتجربة. وجلس يبحث إلى ما لقى طفلة عمرها 12 سنة تشتغل كخدامة، فقرر أنه يجيبها تشتغل عنده، أغراها بأضعاف اللي تحصل عليه من الفلوس في العادة. فوافقت البنت وراحت معها. أول ما وصلت البيت قال لها بيتر أبغاك ترتب الغرفة اللي فوق. راحت الغرفة عشان ترتبها إلا وتنصدم من الغرفة اللي كان كل اللي فيها أدوات تعذيب، وما تحس بنفسها إلا وبيتر يدفها للغرفة اللي كلها كانت كاميرات، وبدأ يقطع ملابسه ويتصارخ بأعلى صوته ويضحك بهستيرية ويقول لها ما حد بيسمعك أصلا عشان لا تتعب نفسك، لأن أنا حاط عوازل ومستحيل صوتك يطلع برا. ويبدأ يطاعن فيها بالسكين ويطاعن ويطاعن ويطاعن، وهي كانت توسل له أنه يسيبها، فسابها تموت بالبطيء وهي تنزف لحالها إلى ما ماتت وفارقت الحياة. وكل هذا يا جماعة الخير كم متصور بكل الكاميرات من كل الزوايا. شال الفيد ونزله على الدارك ويب في موقعه الرئيسي الريد روم، الغرفة الحمراء، وبدأت مشاهداته تضرب بشكل غير طبيعي من المهووسين والمريضين اللي زيه. فكر بيتر إنه يسوي شيء أكبر، فراح لوحدة من الأسرة الفقيرة، وكان هذه الأسرة تسوي أي شيء عشان يأكلوا، فطلب منهم بيتر إنهم يبيعوا له ولدهم بس يكون صغير في السن، واختار من العيال كلهم طفل عمره 5 سنوات اشتراه من هذه الأسرة، والطفل كان يرافس ما يبغى بيتر ياخذه، وكان يبكي لأنه يبغى أهله، الولد صغير عمره 5 سنين. بيتر دخل كأنه كده داخل قفص يشيل دجاجة أو يشيل خروف، دخل وشال هذا الطفل وأخذوا غصبا عنه أنه خلاص اشتراه منهم، وداه للبيت بشكل طبيعي ودخلوا لهذه الغرفة وبدأ يدي على هذا الطفل، والطفل كان يبكي ويصارخ بأعلى صوت، بس مهما صرخ ما حد بيسمع لأن الجدران كلها عازل للصوت. بعد جهز أدواته هذا المختل عقليا وبدأ يربط هذا الولد الصغير بسلاسل حديدية وجسمه بالسكين اللي معاه، وولد كان يصارخ وهو ينزف، لما أخذ في النهاية فاس قطع فيها راس هذا الولد وبدأ يمارس معاه الرأس مع جسم الطفل المقطوع الميت اللي ما فيه أي روح. هذا المقطع بالذات كان البيج تايم بالنسبة لبيتر، جاب مشاهدات خيالية، وبدأ بيتر يتأكد أن الزباين يحبوا الضحايا الأطفال وبالتحديد يحبوا الشخص والتعليم نفس الوقت. طبعا ما يذكركم هذا بتحديات التيك توك والأشياء الغريبة اللي قاعدين نشوفها في التيك توك كل يوم؟ مش شرط يكون ببشاعة المحتوى اللي يقدمه بيتر، بس الفكرة هي نفسها. ترى المحتوى التافه زي تحديات الاكل اللي فيها تبذير واسفاف بالنعمه وتبذير بشكل غير طبيعي، والتحديات اللي فيها ناس يذلوا نفسهم عشان التكبيس واللايكات والاشتراكات، برايكم هذول بيقدموا هذا النوع من المحتوى عشان مين؟ عشان الدعم اللي يجيهم. نفس الشيء بيتر، جرائمه هذه كلها جزء كبير منها بسبب متابعينه اللي يحبوا هذه المناظر وعشان الدعم المادي. فانت لما تربح اصحاب المحتوى الهابط بالمشاهدات فانت توافقهم على محتواهم وتساهم بنشر هذا المحتوى اساسا، لانه في نهايه التطبيق لما يشوف في مشاهدات وفي تكبيس وفي لايكات بينشر المقطع، ما عنده مشكله، هو في النهايه هم الفلوس، فبيزيدوا الجرعه الى ما لا تحمد عقباه، وكل هذا راح يكون وزر عليك انت. فنصيحتي اللي اقولها لنفسي قبل ما اقولها لك، لا تجعلوا من القذرين مشاهير، ترى تنظيف المجتمع يبدا مني ومنك، ومو شرط الان تروح وتيجي ولا لا لا لا، ترى كلها بالجوال اللي في يدك، من هنا يبدأ تنظيف المجتمع. أشياء زي هذه، بثوث زي هذه ما تتابعها، ما تشوفها. إيش الفائدة من إنسان يقدم محتوى بيذل نفسه وبحركات غريبة ومقززة كمان عشان بس ولا تكبيس ولا كم دولار؟ الله يجرنا وياكم من هذه الأفعال القذرة. نكمل قصتنا. بدأوا هذول الزباين يتضاعفوا أكثر وأكثر من بعد الفيديو حق الطفل اللي عمره 5 سنوات، فبدأوا يشتركوا عنده بفلوس ويطلبوا منه اقتراحات وخطط حابين يشوفوها في الفيديوهات الجاية. مو بس كذا، كان عنده قائمة للمشتركين المتميزين، هذولا يدفعوا الملايين عشان ياخذوا معلومات الضحية بالكامل، وممكن كمان يقولوا لهم ايش يبغوا في الفيديو الجاي هو ينفذ لهم اياه على ارض الواقع، وابشروا من ذي قبل ذي. بعدها راح بيتر هذا المختل وتعرف على واحدة تشتغل في بيت دعوة، طلب منها تساعده وتكون شريكة معاه في جرائمه كلها. بالفعل وافقت هذه المختلة الثانية وصارت شريكة لبيتر، واتفق معها انه كل طفل تجيبه بتاخذ عليه فلوس حسب سن الطفل، يعني الموضوع بالنسبة، يعني كل ما جاب الضحية اصغر كل ما كسبت اكثر. فكر بيتر انه ما دام انه هذه الحرمه بنت البلد وفلبينيه، فراح يوثقوا فيها الفلبينيين اكثر منه وتجيب له ضحايا اكثر،
فكانت هذه الفلبينية تروح للأحياء الفقيرة جدا وتستهدف الناس اللي عندهم أطفال وتقول لهم في فاعل خير أسترالي جالي الفلبيني عشان يتبنى الأطفال ويعيشهم حياة أحسن من الحياة اللي هم عايشينها، تعليم وصحة ولغات وكل شيء. اقتنعوا الأهل بكلامها وكانوا فرحانين جدا أن أولادهم بيعيشوا عيشة أفضل من العيشة اللي هم عايشينها، بيتعلموا أحسن تعليم عشان يرجعوا لهم بعدين في المستقبل ويساعدوهم. فكانت بهذه الخطة تأخذ أكبر عدد من الأطفال بسن 5 سنين وأقل، اللي مرة من المرات جابت له الفلبينية اللي تشتغل معاه طفلتين، واحدة عمرها 5 سنوات والثانية 7 سنوات، فأخذهم بيتر للغرفة الحمراء وبدأت تساعده إنها تعذب فيهم. فقال لها انتبه لا تكتبهم، أنا أحتاجهم، هذول المتابعين يبغوا أكشن، ما نبيهم كده سريع سريع. فكانت تروح وتعذب الأطفال وتعتدي عليهم بآلات تدخلها فيهم زي الخواتيك اللي كانت في القرون الوسطى للتعذيب، وأطفال كانوا يصارخوا ويصارخوا من الألم اللي هم قاعدين يحسوه، فكانت تسيبهم يزفوا من أجدام السفلية ولا كأنه شيء صاير. بعدها جاء بيتر وربط البنات من رقابهم بالسلاسل على أساس أنهم زي الكلاب، وبدأ يصورهم هم يأكلوا من الأرض ويجبرهم أنهم ينبحوا زي الكلاب بالضبط، وهذا كله على حسب مين؟ حسب طلبات المتابعين المميزين. وبدأ التعذيب يزيد، وخاصة لما كان يعطيهم بيتر روث الكلاب الله يكرمكم ويجبرهم أنهم يأكلوا ويصورهم أنهم هم قاعدين يأكلوا قذورات الكلاب. بدأت الفلبينية هنا مساعدة بيتر انها تعطف على هذول البنات بعد ما سوت اللي سوته، فحاولت انها تساعدهم. وقت ما بيتر كان نايم وصاها انها تواصل التعذيب فيهم لانه كاميرات شغاله والناس طالبين الهروج هذه، فقررت وقتها بعد ما نام بيتر انها تهربهم، وبالفعل طلعتهم من البيت والبنات كلهم كانوا يعرجوا في مشيتهم ويطيحوا على الارض من كثر الالم اللي كانوا يحسوه، وكانوا خايفين لا بيتر يصحى ويمسكهم، فهربوا هم يزحفوا في الشارع، كان يبغوا اي احد يشوفهم يساعدهم، وبالفعل لقوا سياره وقفت لهم، شافوا البنات بهذه الحاله شالوهم وصلوهم للشرطه، وبداوا هنا الشرطه بالتحقيق عن مين سوى فيكم كل هذه الجرائم. طبعا البنات من كثر التعذيب صار لهم فقدان جزء للذاكره، ما هم متذكرين شيء، ما هم متذكرين إلا وصف لشكل بيتر. فوصفت البنت اللي عمرها 7 سنوات وجه بيتر، فعرفوا من هذا الوصف أنه أوروبي أشقر. ومع التحقيقات اكتشفوا أنه في رجال أسترالي يتردد على المناطق الفقيرة ويأخذ الأطفال على أساس أنه يتبناهم، ولما حققت الشرطة أكثر وأخذوا سجلات الأشقر هذا اللي قاعد في الجزيرة عندهم، فما لقوا أحد إلا بيتر سكولي، فعرفوا بيته. وفي هذا الوقت من حظ بيتر انه قدر يهرب لما عرف ان البنات هربوا من المكان، وقدر يهرب من هذه المنطقة، بس الشرطة قدرت تقبض على مساعدته الفلبينية اللي كانت تجيب له الاطفال. نجي لبيتر اللي هرب لمدينة ثانية في الفلبين وتعرف على واحدة ثانية كانت شيطان بشري زيه اخص من الاولى، هذه الحرمة فيها كان اعتلال عقلي ومهووسة بالقتل والدم، وكانوا في هذه المرة يتعاونوا مع مجرمين يخطفوا الاطفال من اهاليهم او ياخذوا اطفال الشوارع ويدخلوهم على بيتر. كان بيتر يبغى يختبر مساعدته هذه الجديدة عشان يشوف إذا هي نفس الأولى ولا هي مجرمة زيه فعلا، فسابها وساب الأطفال مخطوفين معاها وجلس يصور. فهذه المعتلة أخذت الأطفال وجابت سكينتها وأخذت واحد وهي تقطع فيه على بطيء جدا، وهو قاعد يصارخ من الألم وهي كنا قاعد تقطع سيخ شاورما، ولك موضوع عادي جدا. كل هذا كان قدام مين؟ قدام الطفل الثاني الموجود في الغرفة، وسابت هذا اللي كانت تقطع فيه إلين ما نزف ومات. راحت للثاني وجابت الفاس وقطعت له يدينه، بعد ما قتلتهم علقت جثثهم كان يسيل منهم على الأرض في منظر قبيح جدا 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 ما يتحمله أحد أبدا. كل هذا كوم، واللي سواه بيتر في هذه اللحظة كوم ثاني، إنه الشيء اللي راح تسمعوه دحين هو اللي خلى المحققين في هذه القضية يتعالجوا نفسيا بعد ما شافوا فيديو من أبشع الفيديوهات، لدرجة إنك إذا نطقت اسم هذا الفيديو في الفلبين فيعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. تخيلوا أي درجة وصل الموضوع. هذا الفيديو يا جماعة الخير ظهر فيه 3 بنات معاهم بيتر والمساعدة، بس هذه المرة جاب 3 رجال مقنعين كانوا من أعضاء العصابة الفلبينية اللي يخطفوا له الأطفال. فجاب بنت من البنات عمرها 5 أشهر، انتم متخيلين 5 شهور، وربطها من رقبتها فوق في السقف في سقف الغرفة، وجاب سكاكين زي سكاكين الجزار، وبدأوا الثلاثة ذا المقنعين يقطعوا في هذه البنت الصغيرة شريحة ورا شريحة قدام الطفلتين اللي باقين هم يشوفوا أختهم قاعدة تتعذب، واستمروا في تقطيع لحمها إلى ما وصلوا للعظم، وهذا كله متصور. وجابوا بعدها مطرقة وبدأوا يكسروا عظام هذه البنت الصغيرة إلى ما صارت أجزاء صغيرة جدا. طبعا المتابعين وقتها المميزين وغير المميزين انصدموا من بشاعة هذا الفيديو، ما كانوا متوقعين أبدا أن يوصلوا لهذه المرحلة. بعدها انتشر هذا الفيد انتشار سريع جدا، لدرجة أنه بيتر عرض الفيد لمزاد سري للمتابعين اللي معاه اللي يتابعوا الغرفة الحمراء. ففكر واحد اسمه ماثيو انه يشتري هذا المقطع لانه يبغى يشهر قناته على الدارك ويب بهذا المقطع، بس كان ماثيو مبتدئ جدا في عالم الدارك ويب، فقدرت الشرطة انهم يحددوا موقعه ويطبقوه وجابوه. فاثناء التحقيق معاه
وعن مصدر الفيديو ومن فين جابوا بالضبط. قال لهم ماثيو كب كل العشاء عن كل الهرجة وانه اشتراه من واحد استرالي اسمه بيتر. سنة 2015 بدت حملة مكثفة في البحث عن بيتر. كانت هذه المرة الحملة جادة جدا، فعممت الفلبين اسم بيتر بالكامل في كل المحلات والأماكن والشوارع والتلفزيونات، عمموا حتى على مداخل ومخارج ومدن الفلبين كلها والمطارات والجزر، كل شيء برا وبحرا وجوا عمموا عن كل أوصاف واسم بيتر، إنه لو أحد بس لمح وشافه يطبق أمه ما يصير. لما اتصل عليهم صاحب البيت اللي باع لي بيتر بيته، قال للشرطة أنا فعلا أنا بعت له بيتي لأنه عرض علي مبلغ جدا كبير، أنا ما قدرت أقول لا، بعت له البيت على طول، بس الأمانة ما كنت أدري إنه بينفذ فيه جرائم بشعة بهذه الطريقة. أخذوا منه معلومات البيت وموقعه كل شيء عن بيتر قلهم، وراح الشرطة حوطوا المكان واقتحموا البيت وقبضوا على بيتر وتم اعتقاله. طبعا أي جريمة ضد الأطفال كان حكمها الإعدام في الفلبين. خلاص يعني الحمد لله بيتر بينعدم، خلاص تنفصل رقبته عن جسمه، بنخلص من هذا الشيطان البشري من الحياة. للأسف إنه هذا الشيء ما صار. ليش؟ أقول لكم، لأنه بيتر قدر يحرق كل الفيديوهات والصور والأدلة للدينه، فما صار في شيء يثبت إنه كلام ماثيو صحيح وإن الفيديو تابع لبيتر، فطلعوا بكفالة وتابع في نفس طريقته. إلين بعد سنتين من الخراب والدمار اللي قاعد يسويه في أطفال الفلبين، اكتشفوا إنه بيتر كان هو المسؤول عن اللي صار للأطفال من اعتداءات وقتل، وإنه هو المسؤول عن الغرفة الحمراء في الدارك ويب. بس من حظ بيتر إن الحكومة الفلبينية تغيرت، جت حكومة ثانية غيرت كل القوانين خصوصا اللي تخص الاعتداء على الأطفال والإعدام. يعني تبنوا القوانين الغريبة وجرموا الإعدام أساسا، ما عاد في شيء اسمه إعدام، فخففوا الحكم من الإعدام للسجن المؤبد. والشيء المستفز إنهم لما عرضوا بيتر على طبيب نفسي لقوه إنه مبسوط ومعترف بكل جرائم، وهو قاعد يتفاخر بأنه عذب طول هذه السنوات كل هذول الأطفال عادي جدا، لدرجة إن الشرطة لقوا في بيته 57 رفاة آدمية، يعني بواقع عظام لأطفال أغلبهم رضع وعمارهم بالشهور. بس حسب اعترافات بيتر قال لهم ترى 57 هذول ترى ولا شيء، أنا الضحايا اللي أنا سويتهم بلاوي ترى أضعاف هذا الرقم بكثير. المصيبة الأطم والأحظم إنه هو قاعد يجاهر باللي هو سواه فرحان ومبسوط. حتى إن المصادر تقول إن الشرطة لما فتحوا قناته في الدارك ويب وفتشوها وشافوا فيديوهات تعذيب الأطفال، بعض عناصر الشرطة أغمى عليهم من الوسخ اللي هم قاعدين يشوفوه، ولما فاقوا من الإغماء بعدها ما قدروا يكملوا حياتهم طبيعي جدا، فكلهم انعرضوا على الطب النفسي وتعالجوا في الطب النفسي من المناظر اللي شافوها القذرة جدا. طبعا كانت هذه نهاية قصتنا، ونصيحتنا يا جماعة الخير لا تجعلوا من المشاهير مجرمين، لأنه الجريمة والبثوث المرعبة اللي هم يصنعوها السفاحين هدفها الأول والأخير إنهم يجمعوا فلوس من المتابعين. فلما تتابع شخص يذل نفسه عشان مشاهدات أو يضر نفسه وصحته عشان الشهرة، فأنت بكذا راح تخليه يزيد ويزيد أكثر إلى ما تصنع بيتر سكولي جديد في العالم. وبكذا انتهينا، رجعنا لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعل زر التنبيهات، وأهم شيء صلي على الحبيب قلبك طيب، فمن الله.